أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. تعافت أسواق الأسهم أكثر بسبب المصالحة الصينية، في حين في أسواق الفوركس فإن الجنيه البريطاني يبدو قويا. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي تصاعديا أكثر الآن، حيث يبدو بأنه يستقر فوق المستوى 1.2160. ما يزال زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني يبدو تصاعديا، حيث أن مستوى الدعم عند 106.68 قد صمد بقوة. زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي صمد بشكل تصاعدي فوق التأرجحات العلوية الأخيرة، ولكنه يظهر مؤشرات على بداية التدعيم. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.